عظم الله وجهكم اخي ابراهيم. شكر الله. عظم الله اجركم. شكر الله. معيتك اخي ابراهيم، عاوزينك كنتين عشان خير بخصوص شو يا اخي؟ هيك مع بعض. تفضل معي، تفضل معي اخي ابراهيم، رح نحكي لك القصه من الاخر. تفضل معنا اذا سمحت. شريف. انا وص اخي، نحن بدنا من اخوك المرحوم عبد الهادي 2.5 مليون. انا شو دخلني؟ لك شلون شو دخلك؟ لا تتفلفس علينا الله يرضى عليك. ها اخوك وانت كنتوا شركه بالمحل، واللي شريك حطاط عمي. مين قالكم انه المرحوم كان شريكي؟ هو الله يرحمه باعني حصته بالمحل، بعدين صار يشتغل بالبورصه. اما شو ربح شو خسر، الله وكيلك، ما دخل بهالموضوع. اسمع منيح، عميل لك بلا فلفسه وكتر حكي. انما اخوك 2.5 مليون بتحطهم رجلك فوق راسك. شيت انه تقلي شريكي مو شريكي، انا ما بفهم. طافي الهاوت جاي لعندك، بدي 2.5 مليون ملاصين فرنك. سمعان؟ سلام. بعد هيك ولا تضرب انت هالبرنامج اللي بيقعد بالقلب. كم مره قلت لك لما تفتح علي؟ صحيح معني، بس والله حلو. حلو منين؟ حلو يحلى وبرع انت وياه. قتل وضرب وسرقه ونهب. روح جيب التيرير من عند عمك ابو عدنان. يلا خلصني. حلو هالحلو. الله يسعد لي اوقاتك عم ابراهيم. شو صدق انت تقلان علينا ما عم تحاكينا؟ والله بنحبك. هيك يا ابن الحلال؟ لك ما اجينا لعندك انا وياه واخذنا بخاطرك وقلنا لك العمر الها؟ لك شو عملنا معك عاطل؟ عفوا انتو شو بدكم مني؟ سلامتك سيدي، بس 2.5 مليون. ولا بتقرشونا ولا بنقرشكم. 2.5 مليون؟ من وين بتجيبون هدول؟ شوفت عينكم المحل ما عم يطالع شيء؟ اخي اذا المحل ما عم يطالع شيء الله يكون بعونه. اخوك المرحوم بضميرك شو مخبي معاه؟ الله وكيلكم مخبي شيء، ولا اعطاني قرش. اصلا انا ما بحكي معه، العلاقه بينه وبينه خربانه. مو بس هيك، انا كل يخرب بيتك. شو بتلعي لسانك ما بفوت لحلقك ولك؟ اخي كمان انتم الحق عليكم عدم المؤاخذه. ايوه، وبشو الحق علينا بقى؟ يعني المفروض ما تعطوا مصاري. بعدين لازم تحطوا ببالكم، يعني اللي بده يفكر بالربح بده يحط بباله الخساره. شو هالزكا هاد؟ شو هالزكا؟ يا سيدي ذكرتنا بشغله كانت رايحه عن بالنا. سمعت اخي فهد؟ سمعانو. قال بده يفكر بالربح بيفكر بالخساره كمان. اسمعوا، لا نحن ما بنخسر بنوك. اخوك الله يرحمه اعطينا 2.5 مليون وقلنا كفوا مغيب 3 اشهر تاخذوهم 3.5. بقى منين جبت لي قصه الخساره منين؟ طول بالك عليه اخي فهد، طول بالك عليه شوي. الزلمه مبين عليه طيب وابن حلال. اخي انا رح فوت على الخط ونقسم البيدر بالنص بلا 1 مليون. شو بيبقى لنا معك؟ لك انا بدخلني، انا بدخلني يا اخي. الله وكيلك بدخلني. منين بدي اجيبهم هدول؟ انا زلمه مستور وداخلي على قدي. الله وكيلك. هلا بلا لك، عندك محل وعندك بيت، بيعون اعطينا حقنا، وانت من عندك ونحن من عنا. طول بالك عليه اخي فهد، طول بالك. اخي ابراهيم اخوك الله يرحمه له نص الدكان، فالنص تبع اخوك شاركني فيه انا واخي فهد، او اعطينا 2.5 مليون شندي. شو رايك؟ ولك انت شو عم تحكوا؟ انتوا انا شلون بدي اجيبهم؟ شو دخلني بحكي؟ بين هيك ما بدي اجيب الحكي، لا تخليني استعمل عنف معك او اشياء اخرى. تعال لك من هون. وين بتعرف شو هي الاشياء الاخرى عم نقول عنها اخي فهد؟ انا ما دخلني يا اخي. لك بطلع روحك حتى تقول ما دخلني. أهلين عم إبراهيم، والله مشتعلك يا أخي. مرونا عندنا شرب لك كاسة شاي. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. الله يرحم خيك. الله يرحم عيون أخوي. السلام عليكم. شهر رمضان. أمانة دير بالك محمد، أمانة برقبتك. السلام عليكم. استمي هالوش، دير بالك عليه، أمانة برقبتك. خير معلم، شو القصة؟ ما في شي. روح روحي. مين؟ أنا ابن عمك نزار. مساء الخير ابن العم. ليه نزار فوت؟ لا معلش ما بدي فوت، مستعجل، بس جيت اطمن عليك. لك شو قصتك؟ لا عاد شفناك ولا عاد سمعنا صوتك، ليش تقلل علينا كلتين؟ والله الشغل ابن العم، الشغل مو بيدي اخذ وقتي. مشغول؟ وشو الشغل هذا؟ بخ؟ ابن العم مصلحتي صعبة، بدي خدامي وبدي قاعدة بالمحل. شو عليه؟ خدمها لحتى تشبع. ابراهيم كأني سمعت انه بدك تبيعه للبيت. لا ابدا، ما في شيء من هذا. لا امبلا، انا هيك سمعت. عاد بدك تبيعه مشان تعمل معاملة حصر القرص مشان تورط اخوك. اخي مو مستعجل. اسمع مني وبيعه، البيت صار كثير كبير عليك. اخي قلت لك ما بدي بيعه. هلا ما بدي بيعه. على راحتك.
بس اذا اضطريت تبيعه او قررت تبيعه فاماني برقبتك، ها اوعك تقول لحدا غيري، يعني هذا بضل بيت جدنا وابي الله يرحمه باعه لابوك بتراب المصاري، مزبوط ولا لا؟ باعه على هوا الاسعار بهداك الوقت. المهم شفناك بخير، بدك شيء؟ ابدا الله معك. السلام عليكم. وين الشهادة؟ هون 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 كانت محطوطة. هو اسمع لي الله وكيلك. وينها؟ ما بعرف. في أحسن شيء نستهدي بالله ونقرأ الفاتحة على روح أخوك المرحوم. يا ابني حدا شو سألني؟ ايه معلم، اجوا سألوا عنك هدينك الاثنين نفسهم اللي اجوا هديك المرة. شو قالوا لك؟ قالوا لي سؤال معلمك، عجبته شهادة الأبن؟ يعطيك العافية. لين أخي الله يعافيك. مصرياتك جاهزين؟ إيه جاهزين، بس أرجيني يا مولانا. لعيونك هي أحلى مسدس بيلبيك فورا وبيروكي. هذا عيار 7، إذا بدك في عندي 9، في عندي مكاروف روسي، في عندي بريتا ايطالي، في عندي ماغنو، في عندي جولد اذا بدك. بكفي اخي بكفي. شو انا بدي افتح فيه شبخانه؟ انا بدي دافع فيه عن نفسي عند الضروره، هي كل القصه. بس يعني هلا انت بتعرف تقوص فيه؟ شو الشغله صعبه كثير يعني؟ لا بس بدك دير بالك لانه الباقه مليانه، بس ترفع المغلق طلق راسه مصير بيت النار. مفهوم اخي مفهوم. تفضل وعيب الصياده. لعيونها وهي أحلى مسدس، مبروك. بس وينها؟ أنا من يوم رايح لا شفتك ولا شفني ولا بحياتي التقيت فيه. مفهوم؟ مفهوم أخي مفهوم. الله معك. تسلم. السلام عليكم. مع السلامة يا أخي. الله معك. الو، الليله رح تدفع الدين يلي عليك. الو 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 لك ليش تاخرت؟ بتاخذ 7 دوخات لقيت السبعه مروي. هيك السلم منيحة؟ لا مو شايفة. مو حدا عايش وقتها. هيك السلم منيحة؟ لا ما اسكت ما اسكت. اه يلا على مهلك على مهلك. غرفته هذا عبد الهادي؟ متأكد هي غرفته؟ هناك. يلا روح فتش بقلبها وانا حوقف لك هون. قوم يلا. هلا
ما لقيت شيء، نكد الغرفة فوقاني تحت عادي ما في شيء. لك شو ما لقيت شيء؟ شو يعني وين المصاري؟ شو بيعرف؟ لا تقول لي شو بيعرفني ها؟ سيدي هذا الموتور مسروق. شو هالحكي؟ شو رأيك تدور بالغرفة الثانية؟ لك شو عم تستنى يلا؟ افتح الباب افتح افتح الباب افتح الباب احسن بنفسه ها افتح الباب مين افتح نحن شرطة عم بقول لك افتح الباب احسن ما تكسره ها افتح الباب بسرعة افتح الباب واحد منها واحد بسرعة فشو ليش يا سيدي؟ 11 حول 11 حول عمليات معك سيدي في عنا اطلاق نار وجثتين بالارض جريمة قتل؟ نعم سيدي نحن داخل البيت يبدو صاحب البيت هربان عن طريق السطح سيدي توقع منطقة سرعة حاضر سيدي سندويشات فلافل الله يخليك صدقني فلافل ما عنا في عنا شيش في عنا كبة في عنا سودا في عنا شيش ايه على عيني تكرم عينك عم يقولوا مسكوا له هذا المجرم اللي قتل يونس وفهد سمعت هيك شيء ابو علي لا ما مسكوه اليوم كان عندي واحد من الجنائي هو اللي حكى لي يعني وين بدي اروح بالنهايه الا ما لقيت قولكم شو بيحكموا اذا مسكوه يا مؤبد يا اعدام هيك قال لي تبع الجنائيه لانه القصه مو قليله قاتل اثنين الزلمه حط لك بندوره يا اخ ايه حطها ايه على عيني معلق وين راح هي هي شو عم تساوي هون تعبان ورايح بعدين ريحت شوي قبل ما اروح يعني روح ريح بيتك يلا عم يقولوا انه الجريمه مخطط لها عن سابق تصميم وترصد وهن شو عرفهم بهالشيء من اللي باعوا الفرد القاتل طيب السؤال انه ليش قتلوه شو الدافع عم يقولوا انه كان شريك معه وهو المرحوم اخوه وبعد ما مات اخوه اختلفوا طيب ما لقى غير هالطريقه يصفي حسابه معه هلا يا ترى لقوا اداه الجريمه عنده لا هو سيدي اطمن انت لقوا صحيح انت ما عم يقولوا انه اللي بيقبض عليه له مكافاه الله اعلم هلا امونا من الحديث واقرا لي البرج شو برج برج التور برج التور Thank you.
عم سامي عندك هون؟ قاعد بدك على معلمي. يلا حليه من هون حليه. ما بقدر، إذا ما أجا معلمي ما بقدر. ولك تضرب أنت ومعلمك إيه وإن شاء الله بتصير عنده. ليش مسكوه؟ لا ما مسكوه، أكيد هربان برات البلد أو صاير له شيء، وبكل الأحوال بحفظ الأرض. ولك يلا أمشي خلصني. إيه وأجرتي؟ صار لي شهرين ونص مع خطوة لفرانك. قد إيه أجرتك؟ أحسن شيء لغرفة النوم تصير دافي. هذا هو البيت. هذا بيت ابن عمك إبراهيم بالله؟ إيه نعم سيدي. صار له مسكر شهرين مثل ما بتعرف إبراهيم محكوم وما له قريب غيري. ودخلك شو هذا الباب؟ هذا باب الأبو وصار له مسكر من أيام ستي الله يرحمه. وإذا بتسمع مني لا تقرب منه بنوب، لأنه جارنا الله يصلحه ويهديه عنده أبو مثل هاد، مدري شلون خطر بباله ينزل ويحركش، قاموا لحقوه جماعة الآثار على سين وجيم وأخذوا رد، بس ما مني خليك بعيد عنه. لا عمي خليه مسكر الله يخليك ما بدي له وجعة الراس. أنت قد إيه بدك تقعد بالبيت أبو سعيد؟ يعني 5-6 شهور، 7 شهور بس بين ما تعمر البناية. الله يرزقك، شرف نكتب العقد. على راسي معلم شرف لنشوف. عليك أبو سعيد. يلا. هذا الأبو بس اللي أجرنا البيت قالنا ما لكم نزل تحت منوب. وما قال لك ليش؟ والله ما بعرف، بس على قوله من يوم ما تعمر هالبيت ما حدا نزل لهون منوب. ليش ماما؟ ما بعرف والعياذ بالله ما بعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حلك تعودي ماما عليه؟ ولا بحياتي بتعود عليه. اسلموا هالايدي، ليش عذبتي حالك؟ الله يسلمك تقبريني. ماما مو حاشك دراسه بقى؟ ماما بقيت لي صفحه واحده غليظه كثير بس خلصها وخلاص بنام. ايه تقبريني، الهي ربي يجعلك من الناجحين يا رب ولا يضوع لك تعب. خليه ماما خليه انا بسكره. ليه؟ الغرفة بدها تتهوى ماما. بس برد امي. خلص ولا يهمك تقبريني انا بسكره. طيب لا تطوريه. اي خلص مثل ما بدك. Thank you.
هذا هو الأبو؟ هذا هو سيدي. انزلوا اخلعوا الباب لشوف. الله يقتلته غصبا عني يا سيدي. لا تعدوني يا سيدي. خلينا ياك. انت اللي قتلت الاخوين فهد ويونس يا ابراهيم؟ بس ما كان قصدي يا سيدي، كنت بدي خوفهم انا بس. هني نزلوا لعندي على البيت، نزلوا وكان بدهم يسرقوني يا سيدي ويقتلوني. بس انا اللي ما كنت افهمه انه انت ليش طول هالفتره هي متخبي بالابو تبع بيتك. هات لشوف فهمني. خايف يا سيدي، خايف يعدموني. ومين قال لك انه بده يعدموك؟ ولك يا ابراهيم، يونس وصل على المستشفى ولساته طيب واعترف بكل شيء. بكل شيء اعترف اني انت يا ابراهيم بريء من هداك الوقت لانك كنت عم تدافع عن نفسك وما كان عندك نية القتل. انت بريء، انت بريء، وضيعت من عمرك 7 سنين وانت قاعد بهالوكر تحت الارض. الله يسامحك. خليك يا رب، خليك يا سيدي، خلي لك اولادك، خلينا ياكل يعني. ولولا هالناس الطيبين وتحديدا الآن سنوات كنت بعمرك ما طلعت من هالوكر. شكرا 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 يا أنسة. وهلا بدك تروح معي على المستشفى مشان عينك واكتب لك على دواء. الله يسلمك، الله يخليك، سلمك.